في عناوين النشرة: أمريكا تقصف الجيش السوري في دير الزور دعما لداعش. السياسيون يشددون إجراءاتهم الأمنية، حيطة أم حذر؟ لما بتتعدد هذه المصادر الواحد لازم ينشغل باله. إشكال بين لبنانيين وسوريين في صربة، قصة لوب مليانة. صار في كتابات على الحيطان، اعتبروا العالم انه هيقتل عملية كتير كبيرة، بس هي منا كبيرة. صرخة موظف سعودي أوجيه: الجوع كافر. في كتير مثل اللبنانيين عم بيموتوا الجوع على الأرض، يعني بوضع إنساني أكثر من رديء. إرجاء ورشة المستقبل التنظيمية لأسباب معلومة ومجهولة. القمر العام قائم، وتحديد الموعد النهائي هو ملك المكتب السياسي. وفي النشرة: القرعون لم تحسن الوقاية فدخلت مرحلة العلاج. بالضيعة يكاد أنه كل شخص في حدا من قرايبينه عنده إصابة بالسرطان. مساء الخير. تحت سماء سورية واحدة وبتوقيت مشترك، كانت طائرات أمريكية تقصف الجيش السوري في دير الزور، والطائرات الروسية تستهدف تنظيم داعش في المنطقة نفسها، فيما تفرغت إسرائيل لجبهة القنيطرة. إسرائيل تدعم النصرة، وأمريكا تساند داعش في أكبر خرق للهدنة الأمريكية الروسية من قبل صانعيها، في وقت لا تزال واشنطن على إصرارها برفض نشر بنود اتفاق الهدنة أو إطلاع مجلس الأمن على تفاصيل هذا الاتفاق. ميدانيا، فإن الغارة الأمريكية على مركز الجيش السوري في دير الزور أسفرت عن سقوط نحو 80 جنديا سوريا، وعن سقوط مرحلي لمطار المدينة في يد داعش، لكن سرعان ما أعاد الجيش السوري أحكام سيطرته على المناطق التي توغل إليها داعش، لا سيما في جبل الثردة. وقد أخذت موسكو على واشنطن عدم تنسيقها للعمليات مع الإدارة العسكرية الروسية، وقالت وزارة الدفاع أنه إذا كان هناك أي خطأ قد ارتكبته أمريكا فذلك بسبب عنادها ورفضها التشاور معنا. ولاحقا أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي أنها قد تكون قصفت موقعا للجيش السوري في دير الزور، وأنها لا يمكن لها أن تتعمد هذا القصف. بين المناوشات الدبلوماسية الأمريكية الروسية حول الهدنة في سوريا، نفذ طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سلسلة غارات على جبل ثردة قرب مطار دير الزور، ومن ثم شن تنظيم داعش هجوما عنيفا على مطار دير الزور بهدف السيطرة عليه قبل أن يستعيد الجيش زمام المبادرة ويستعيد السيطرة على جبل ثردة الاستراتيجي بمؤازرة الطيران الروسي والسوري. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أكدت النبأ وقالت في بيان لها إن القصف أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف القوات السورية، ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابي لداعش على الموقع والسيطرة عليه، مشيرة إلى أن هذا العمل يعد اعتداء خطرا وسافرا ضد الجمهورية العربية السورية وجيشها، ودليلا قاطعا على دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى، ويفضح زيف ادعاءاتهم في محاربة الإرهاب. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنه إذا كانت الضربات قد نفذت بطريق الخطأ فهذا دليل على رفض واشنطن المتصلب تنسيق عملياتها العسكرية في سوريا مع روسيا، مؤكدة أن طائرات التحالف التي قصفت الموقع هي طائرات أمريكية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن 4 مقاتلات أمريكية، 2 من طراز F-16 وأخريان من طراز A-10، اخترقت الأجواء السورية من جهة الحدود العراقية وقصفت موقعا للجيش السوري. فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات أدت إلى سقوط نحو 80 جنديا سوريا ومئات الجرحى.
وعلى الأثر قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها علقت الطلعات الجوية قرب دير زور بعد تلقي معلومات من الجانب الروسي تفيد بأنها قد تكون أصابت جنودا سوريين، بينما أشارت القيادة الأمريكية الوسطى إلى أن التحالف الدولي قد يكون قصف عن طريق الخطأ موقعا للجيش السوري. وقال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف لا يمكن أن تتعمد قصف مواقع الجيش. وبينما الغارات أشعلت جبهة دير الزور، كان الطيران الإسرائيلي ينفذ غارة على أحد المواقع في محيط بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة، مستهدفا مواقع عسكرية سورية في إطار الدعم لجبهة النصرة. أما في منطقة زبداني في ريف دمشق، فقد تمكن الجيش السوري والمقاومة من تفجير نفق للمجموعات المسلحة. وفي لبنان قلق أمني حول الزعامات التي تعيش في سجن اختياري. بعد سفر النائب وليد جنبلاط، كثر الحديث عن مغادرته البلاد بسبب تهديدات تناهت إليه عن محاولة اغتيال قد يتعرض لها. جنبلاط الذي نفى ما تردد حاصرا الأمر بالاستجمام، عاد ليعزل المسؤول الأمني في الحزب التقدمي الاشتراكي صلاح بتديني، وتحصن في المختارة بعد تحذيرات جادة أبرزها توقيف الأمن العام اللبناني يوسف فخر الملقب بالكاوبوي بعدما كشفت التحقيقات قيامه بالتخطيط لاغتيال جنبلاط. وليد باك اللي كان يظهر هو عم بسوق وحده سيارته يروح على المطعم اللي بده اياه نهار اللي بده اياه، وهذا قعد بالمختاره واخذ يعني تدابير بشيء اسمه حصن. هذا النوع من التدابير في شيء الاعتيادي اللي عند وليد باك مش اعتيادي، لانه هلا اجته رسائل بده واحد ياخذها بجديه، خصوصا انه ما عاد تعرف شو مصدرها. ناس بيقولوا لك موساد، ناس بيقولوا لك داعش، ناس بيقولوا لك نصرة، ناس بيقولوا لك مخابرات سورية، ناس بيقولوا لك مخابرات روسية الأمريكية منا خارج الدا. فبالنتيجة لما بتتعدد هذه المصادر بصير واحد لازم ينشغل باله. التحذيرات التي تصل إلى الزعماء اللبنانيين مصدرها عادة التعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية أو بناء على رصد من أجهزة أجنبية. هذا ما خبره المدير العام الأسبق للأمن الداخلي اللواء علي الحاج، الذي تسلم فترة من الزمن مسؤولية حماية غير رئيس للحكومة. تدابير أمنية قائمة على التمويه وسرية الانتقال وسرية الاتصالات وعدم الإعلان عن الأمكنة اللي ممكن يرتادها الشخص أو الشخصية، بالتعاون مع دوائر المخابرات لازم ما يكون معروف بأي سيارة ضمن الموكب، أو إذا منتقل عدة مواكب مش معروف بأي موكب من المواكب منتقل فيها، وأكيد رح يعتمد عدة مسالك وليس مسلك واحد. ضمن الموكب الكبير فيك تعتمد مسلك واحد وما ينعرف الشخصية بأي سيارة من ضمن الموكب الكبير. نائب مروان حمادي يرى أن الإجراءات مهما كانت لا تكفي، وحده السجن الاختياري ملجأ من هم أكثر المستهدفين. أما اللواء علي الحاج فيؤكد بدوره ضرورة عمل كل المؤسسات لحماية المستهدفين. بده يكون في رعاية سياسية وتضامن سياسي لحماية ودعم الأمن. اثنين، بده يكون في تعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل معلومات ومتابعة، والأهم يكون في قرارات قضائية وإجراءات قضائية تحمي الأمن وتدعم الأمن. شوف إذا كانت صارمة جداً على طريقة السيد حسن مثلا، ايه بتوقف يعني بتخفف من الخطر. إذا كانت نص جذرية مثل الرئيس بري كمان بتخفف المخاطر، وفي الحد الأدنى اللي بالنتيجة ما بيحمي حدا، الله اللي بيحمي. في بلاد اعتادت الخضات الأمنية كبوابة للانتقال بين المراحل، يبقى الهاجس الأمني شبحا يلاحق الجميع، والخطأ الأول يكون حتما الأخير. حسان الرفاعي، قناة الجديد. هدوء في صربة بعد إشكال الاثنين الماضي في شارع عين بزيل الذي تحول إلى ساحة معركة. عندما تجول في شوارع جونيا ومحيطها تلفتك منحوتة الرئيس العماد فؤاد شهاب تراقب شوارع المدينة وأمنها، وشخص سيدة حريصة الذي يعتبره سكان المنطقة الحامية لهم من أي مكروه،
إلا أن إشكالاً منذ أيام في شارع عين بزيل في منطقة سربة في جونية بين شبان لبنانيين وسوريين استعملت فيه السكاكين والحجارة والعصي على خلفية تحرش لفظي بفتاة وترى هدوء المنطقة الأمني، وخصوصاً أنه كان مصحوباً بكتابات داعشية لم تعتدها المدينة. فما حقيقة الموضوع؟ هلأ اتضخم المشكل شوي أكثر من اللزوم، يعني لأنه زاع إعلامياً بشكل وصار في كتابات على الحيطان بالوقت اللي هو محصور هيدا المشكل بين شباب، يعني صار مشكل بالحي بين شباب وبين السوريين اللي موجودين، لأنه التواجد السوري بالإحياء صار كثيفة مثل ما بتعرفي. في تنقول بعام زيل حوالي 800 واحد، 1000 واحد موجودين من الأهالي، موجودين الأهالي قد إيه؟ الأهالي بيطلعون شي 2000. في عملية إذا بدك أولاد بالدق، صار في كتابات على الحيطان، اعتبروا العالم إنه هيئة العملية كتير كبيرة. بس إنه بس ينكتب داعش بجوني، شو إلها رمزية؟ إنه ما تفزعونا كتير ونحن منا فزعانين ونحن عنا وجود ونحن كذا، هني عم بيخدوها بهالشكل، بس هي عملية أولاد عم يكتبون، يعني منا بمعنى شباب كبيرة عم تكتب هالكتابات، لأنه ها انكمشوا هودي اللي عم بيكتبوا، بس إنه وليدات، يعني شو بتكمشيهم شو بتعملي فيهم؟ أولاد. نحن كعملية ضبط ضابطين الوضع، عنا دوريات ليلية على طول بتبرم، وعنا تنسيق دائم مع الأمن العام، مع الدرك بجوني، مع مخابرات الجيش كمان، عنا على طول تنسيق معهم. طرح علينا مثلا أنه نحط يافطات وممنوع التجول وكذا، رئيس البلدية ما قبل بهالشيء، قال أنه نحن ما فينا نيجي نعملها بهالطريقة، يعني أنه نحط لهم ممنوع التجول الساعة 8، ما قبل فيها ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه هو بيعتبر والمجلس البلدي بيعتبر شغلة هالمشاكل اللي عم تصير مش معناتها أنه كلهم هودي، كل التواجد السوري أنه هني هودي جماعة ما بيسوا، في عيال ما إلها علاقة. تنتقل الأخبار السيئة كالنار في الهشيم بين المواطنين ووسائل الإعلام بسبب التأهب الأمني الدائم في المناطق كافة، والعيون تجنح غالبا نحو الأشقاء، إلا أن الأجهزة الأمنية ما زالت تؤكد أن أي إشكال يقاس بأسبابه لا بهوية مرتكبيه. رشا الكرم، قناة الجديد. معاناة اللبنانيين المغتربين في السعودية مع صعود أوجيه لا تزال قائمة، وأحد المتضررين يقصد الجديد مناشدا المعنيين حل الأزمة بعد قرار ترحيلهم. أزمة شركة سعود أوجيه لن تنتهي بطرد الموظفين، فلكل من هؤلاء حكاية هجرة وعرق جبين عمرها من عمر سعود أوجيه. أكثر من 10 أشهر مرت على موظفين وعائلات بلا مستحقات، أسابيع طوال يعيشها لبنانيون حملوا شهاداتهم وهربوا بحثا عن حياة أفضل، فإذ بهم اليوم يرفعون الصوت لئلا يموتوا بصمت. هيثم عجم حضر إلى قناة الجديد ليروي قصة أخيه هاني الذي طرد من الشركة ويعاني وضعا معيشيا صعبا في السعودية، حيث لا يملك ثمن قوت أولاده اليومي. هي اسمه هاني العجم، موظف بسعودي أوجي، صار له 15 سنة. القصة تبعيته أنه صار لهم 12 شهر مش عم يقبضوا معاشاتهم، شهر ورا شهر عم ينطروا، تراكم الديون عليه، أنه قادر يجي على لبنان، هو بسعودي أوجي منه قادر يجي على لبنان. الرياض كانوا وعدون أنه إدارة الشركة بالرياض يعطون معاشاتهم، ما عطوهم، رجعوا عدلوا عن الموضوع وطلبوا منهم أنه خلال شهر من تاريخ، يعني الوقت قصير، بدهم يتركوا الأراضي السعودية. في اتصال بهاني أكد أن وضعه مزر وأن عليه مستحقات ولم يتقاضى أي راتب منذ نحو 10 أشهر، مناشدا المملكة العربية السعودية التي أوقفت إقامته التحرك لمساعدته ومساعدة أسرته. يا أخي نحن أول شيء من قيدنا سنة من 10 أشهر وأكثر، يعني هلا حنطبق السنة بدون رواتب، بدون حواتف، بدون إيجارات، بدون تأمين، بدون إقامات. أوكي. صرنا لمرحلة إنه بدأ معنا ناكل، يعني عندي 3 أطفال ما معهم جبن الحليب. أنا صار الدولة السعودية تساعدنا، بأمورنا، إذا الدولة اللبنانية شالت إيدها نحن بنطالب الدولة السعودية توقف معنا، يعطينا على الأقل رواتبنا لنقدر نتحرك.
يقال انه عطيوا الاجانب الفرنسيين ربما او عطيوا حقوق الاخرين بعض الاخرين وتركوا حقوق اللبنانيين. المشكله لو خيي لوحده انا ما بحكي، بس معه اولاد، ثلاث اولاد ومرته وحالته يعني بوضع انساني اكثر من 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 رديء، اكثر من سيء، صار بوضع يعني للموت. هي حال تشبه حال أسر كثيرة في السعودية تعاني المشكلة نفسها، ولا يطلب هؤلاء إلى دولتهم سوى التحرك عبر وزارة الخارجية لتعمل لمساعدتهم واسترداد حقوقهم وتعويضاتهم لكي يعودوا إلى وطنهم معززين مكرمين. بعد تأخر انعقاد المؤتمر العام 3 أعوام على التوالي، أين أصبح تيار المستقبل وهل اكتمل بناء هذا الكيان السياسي تنظيميا ومؤسسيا؟ في 13 من حزيران الماضي أشاد المكتب السياسي لتيار المستقبل بموقف الرئيس سعد الحريري وبتحمله المسؤولية الكاملة عن المسار السياسي. وفي هذا الاجتماع اتخذ قرار بعقد المؤتمر العام للتيار يومي 15 و16 من تشرين الأول المقبل، وبتكليف لجنة خاصة الإعداد له وصوغ الورقة السياسية والتقرير التنظيمي. لكن ما لفت في الأيام الماضية توارد أخبار عن إلغاء هذا المؤتمر. ليس هناك أي حديث عن إلغاء المؤتمر العام لتيار المستقبل إطلاقاً، والبيانات الأخيرة التي صدرت عن المكتب السياسي في الأسبوع الماضي تحدثت عن إقرار أنظمة المؤتمر العام وأنظمة المؤتمرات الفرعية. قد يطرأ تأجيل تقني بسيط، ولكن الموعد قائم، وهذا التأجيل قد يكون لن يكون بعيدا، سيكون قريب جدا إلى الموعد الذي كان مقررا في 15 و16 تشرين الأول. المؤتمر العام مرتبط بالقانون الداخلي، وفي أيلول أقر المكتب السياسي الآلية التي ستعتمد لانتخاب المندوبين للمشاركة في المؤتمرات الفرعية والمؤتمر العام وتحديد عدد الأعضاء العاملين. الرئيس سعد الحريري يتابع كل التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر العام سواء كان في بيروت أو خارج بيروت، والمكتب السياسي ينعقد في حضور الرئيس وأيضا في غيابه كما في الاجتماعين السابقين اللذين ترأسهما الوزير السابق باسم السبع. اليوم التحضيرات مرتبطة في المناطق، عملية اختيار المندوبين بناء على عملية انتخابية ستجري في المنسقيات في المناطق لاختيار مندوبين عن كل منطقة للمشاركة في المؤتمر العام. وعليه يرى تيار المستقبل أن هذا المؤتمر استحقاق لا يقل أهمية عن سائر الاستحقاقات، فيما الملفات السياسية يتابعها فريق خاص إلى جانب الرئيس سعد الحريري. ومن شأن المؤتمر العام إعادة الزخم إلى مسيرة التيار الأزرق وتلبية تطلعات الناس وإيجاد مقاربة جديدة لمختلف الأحداث الجارية، إن لم يكن مصيره الإرجاء كما حصل في المرات السابقة. باسل العريضي، قناة الجديد. الشيوعي يحيي اليوم ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول في احتفال حاشد ميزه حضور عنصر الشباب. أحيى الحزب الشيوعي ذكرى 34 لانطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول بمهرجان سياسي فني حاشد، فامتلأت ساحة صيدلية بستروس بالحشود من مختلف الأعمار، ولفت حضور الشباب وهم يرفعون قبضاتهم في الهواء. وتخللت التجمع دقيقة من التصفيق الحار على قدر عطاءات شهداء المقاومة الوطنية ومناضليها وجميع من رافقها في مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي. ثم ألقى الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب كلمة أكد فيها أن الوضع الحالي يتطلب أن يكون الحزب الشيوعي حزبا متجددا ثوريا مبادرا. كل هذا يتطلب حزبا متجددا ثوريا مبادرا على صورة ومثال جبهة المقاومة اللبنانية جمول، وعلى خطاها اليوم نطلق مبادرتنا اليوم إلى الجميع بضرورة العمل معا لتوحيد كل المبادرات في مبادرة واحدة
وبعد انتهاء غريب من كلمته، رفعت زوجة القيادي الراحل كمال البقاعي البيان التأسيسي لجبهة المقاومة. ثم انطلق الحضور نحو معرض صور أقيم في ساحة سينما كونكورد بالتعاون مع نقابة المصورين الصحفيين، يظهر بطولات رجال المقاومة الوطنية وإجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اجتاح بيروت عام 82. واختتم المهرجان بحفل فني ثقافي داخل السينما كتحية لجورج بطل وكمال البقاعي ورضوان حمزة. تاريخنا نحن ما بنستحي فيه على فكرة، ما بدي كتر حكي كتير، تاريخنا ناصع أبيض. وتخللت الحفل تحيات غنائية حية ومصورة من مارسيل خليفة، أميمة الخليل، سامي حواط، خالد الهبر ومكادي نحاس، وألقيت كلمات للأسرى المحررين أنور ياسين، عفيف حمود وسهاب شارة. كما كانت محطة شعرية مع شوق بزيع ومشهد مسرحي وكلمة صوت الشعب ألقاها مدير الإذاعة سمعان بوموسى. في بلدة القرعون لكل عائلة مريض سرطان والسبب البحيرة. يستوقفك جمال بحيرة القرعون التي لا تتخيل لحظة أن تكون سبب وفاة أهل البلدة التي وهبت لها اسمها. لاحظت كطبيب جهاز هضمي في كتير سرطانات معدي ومبولي، فلها علاقة بالنترات، وتبين أخذ سنتين اشتغلنا فيها أنه الخضار اللي بناكلها مغرقة بأضعاف وأضعاف، خاصة الخضار الورقية أضعاف المسموح به عالميا. انطلقت الفكرة وأخذناها من يعني من أول منبع الليطاني حتى بحث القرعون، فظهر معنا طلائع الدراسات الأولى أنه ببحر القرعون ببلدة القرعون تحديدا في نسبة 4.5 عن المستوى الوطني بلبنان اللي هو 2 بالألف 2.25 بالتحديد إذا بدك بالألف مواطن في سرطان بلبنان، طلع 23.5 بالألف بالقرعون. الرقم المرتفع هذا لم يصدم أهل البلدة وسكانها، وهم الذين عانوا بشدة من تبعات تلوث البحيرة. هذه الدراسة ضوت على نتيجة مرة بالضيعة، يكاد أنه كل شخص في حدا من قرايبينه عنده إصابة بالسرطان. نحن بانتظار ردة فعل جدية. هذا الملف، ملف تلوث النهر الليطاني من المنبع إلى المصب، مش حصرا ببحيرة القرعون، هذا بيتأذى منه لبنان قاطبة، يعني كل البلد. وعن إمكان ارتفاع هذه النسبة مع الغوص أكثر في الدراسة، ما بتخلص الدراسة هالأرقام مثلا من 3 أشهر إلا بتلاقي زادة حالتين بحجرة، فثلاث حالات أو 4 حالات بالقرعون، يعني بسرعة فعلا عم تتكسر. أكيد بده يضل يطلع لأنه باستمرار عم يزيد، ولأنه التلوث عم يزيد، ولأنه يعني عم يتراكم، وبالتالي يعني أصبح يعني مجرور قاتل إذا بدك نهر الليطاني. تختم بحيرة القرعون مجرى الليطاني وحوضه الأعلى، مكونة المسطح المائي الأكبر في لبنان وربما الأجمل، إلا أنه بات نقمة على أهله. في حين كانت هذه البحيرة مصدر رزق وجعل الأهالي من مائها كل شيء حي، حولها الفساد والإهمال الممنهج إلى مصدر للهلاك والهمود. ليال سعد، قناة الجديد. الراعي يدعو المفتي إلى يوم الصلاة في حريصة، وباسيل يؤكد أنه إذا وقع لبنان لن يبقى مكان في منأى عن الكراهية والإلغاء، وأخبار أخرى في هذه البانوراما المحلية. تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى دعوة للمشاركة مع كل العائلات الروحية في لبنان بيوم الصلاة الذي سيعقد للمرة الأولى في لبنان في سيدة حريصة يوم الثلاثاء المقبل. بمواكبة الاجتماع الذي دعا إليه قداسة البابا مع كل رؤساء الطوائف الدينية في العالم، وخلال لقائه مفد البطريرك المطران شكرا لنبيل الحاج، أبدى المفتي قلقه على الأوضاع الموجودة مطالبا بالعودة إلى الحوار.
في خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للطاقة الاغترابية اللبنانية الذي يعقد في نيويورك، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن رسالة لبنان هي قبول الآخر في الوقت الذي نجد كيف يحذف هذا الآخر جسديا وفكريا، وحث اللبنانيين المغتربين على الوقوف إلى جانب وطنهم لبنان الذي أصبح ملجأ لملايين النازحين ويرزح تحت عبء كبير، وقال: إذا ما وقع لبنان لا سمح الله لن يبقى مكان تحت الشمس في منأى عن الكراهية والإلغاء. يكون في عنا مشاركة متناصفة، شيء مش موجود ولا محل بالعالم. والفراد الثاني أنه يكون عنا قدرة الربط والوصل مش بين بعضنا كلبنانيين، بين شرق وغرب متصادمين. هل قدرة النجاح يلي تميزت عند الفرد جزنا نحولها قدرة نجاح جماعية. في احتفال تأبيني في جبشيت، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الممدد محمد رعد أن هناك قوم لا يخجلون ويعطلون انتخاب رئيس للجمهورية ويراهنون على داعش والنصرة للانتصار في جوارنا حتى ترتد أثارهما إجابا على مواقعهم. ونحن ندعم ترشيح الجنرال عون لا نزقا ولا هواية، ندعمه لأنه وجدنا فيه الرجل المناسب في هذه المرحلة الذي يستطيع أن يتناغم مع رؤيتنا السيادية وأن يحفظ مقاومتنا وأن يمنع التدخلات الأجنبية التي تفرض وصايات وإملاءات على القرار الوطني في لبنان. رأى وزير الصحة وائل أبو فعور في خلال رعايته حفل تخريج طلاب في حصبية أن الشغور مستمر وانتخاب رئيس لن يحصل بالتظاهر في الشارع بل بالتصويت في مجلس النواب. حتى اللحظة كل ما يخلع وكل ما يشاع من أشواق عن قرب انفراج في موضوع رئاسي بتحول في موقف بعض من القوى السياسية لا يتجاوز أو تهيؤات أو تحليلات أو تمنيات للخلاص من المصالح. يبدو أن التيه الرئيسي سيستمر طويلا. كشف وزير الثقافة روني عريجي من برنامج الحدث أنه تبلغ رسمياً من مستشار الرئيس سعد الحريري النائب غطاس خوري استمرار الحريري في دعم فرنجية لرئاسة الجمهورية. لقاءات كانت تتم على هامش مجلس الوزراء مع الوزير الزميل نهاد مشنوع ما كانت توحي لي أنه بهذا موقف. هذا بالقليلة على صعيدي أنا الشخصي، والواقع كمان مش بس معلوماتنا أنه الأكثرية بتيار المستقبل هي ما زالت تؤيد وبقوة موضوع ترشيح الوزير فرنجي. امبارح استقبلت في مكتبك مستشار الرئيس الحريري دكتور غطاس خوري، ماذا حمل إليك دكتور غطاس خوري؟ كان في نقاش سياسي وأبلغني كمان مثل ما عم بيصرح هو أنه ما في أي تغيير. أكد وزير المال علي حسن خليل في احتفال تكريم التلامذة الناجحين في البيسارية أن هناك بعض القيادات تحاول من أجل مصالحها أن تجر اللبنانيين باتجاه الفتن الداخلية، وهواة التعطيل في المجلس النيابي الذين يحرمون لبنان فرص الاستفادة من القروض والمنح التي تعطى له نتيجة تحمله العبء الأكبر على مستوى العالم من النازحين السوريين. أحيت المستشارية الإيرانية في لبنان في مجمع المجتبى في الحدث الذكرى السنوية الأولى لضحايا فاجعة منى الذين قضوا في موسم الحج، وفي مقدمهم السفير الإيراني السابق غدن فاروق أبادي، وكانت كلمة أشادت بمناقبية الراحل ووفائه للمقاومة، فيما ألقى عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان كلمة الرئيس نبيه بري متطرقا إلى الوضع الداخلي. وهو المسكون بتقدير المقاومة والمقاومين في لبنان وفلسطين، ومن المؤكد أنه كان يحلم بالشهادة مقاوماً
في وجه إسرائيل لا حيث كانت الفاجعة في منى. أقدمت مجموعة مسلحة أمس على اختطاف المواطن أبو عبد الله حسن مراد وزوجته من بستان في جرود بلدة حام على السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا، وقد أطلق سراح زوجته. في سؤال إنه ليش ما بينحط فوق نقطة تحمي هالعالم اللي بتطلع بستين؟ صرنا فترة بنقول له نخلي حدا يقعد فوق، كأنه في بستين وفي مزرعين كتير، في إنتاج حرزي، يعني ما بيسوى، يعني واحد صار بده ياخذ، يعني لا بيقدر ياخذ معه شيء يحمي حاله ولا حدا حمينا. شو الطفل محمد محي الدين فتحي بحاجة إلى عملية جراحية في الرأس والعمود الفقري، تكلفتها تفوق قدرة عائلته، والجمعيات الإغاثية وهيئة الأمم المتحدة أدارت ظهرها. ابني بده عملية لرأسه، هو صار عمره هلأ 7 سنين، لازم غيره النبريج اللي حط له إياه لهم مبين من هون، يعني لازم يشيلوا له إياه، لأن أجا ما شيلوا له إياه يعني يا بينعمى يا بيموت، يعني هذه واحدة من اثنين. وعنده عملي بداره وما حدا عم بيساعدني، بحب يعني أنا بتمنى كل شيء عم بيسمعني أنه يساعدني بس لعمل له على عملي. ويبقى أن الموت المحتم هو مصير محمد ذي السنوات الثماني الذي ينتظر من ينقذه. توفيت مساء اليوم المواطنة خالدية الشدياق من بلدة منيار عكار متأثرة بالجروح التي أصيبت بها في الانفجار الذي وقع بمنطقة كسارة في زحلة قبل أسابيع. بعد الإعلان من سبية إلى سفيرة. أهلا بكم. أكد أمير جبهة النصرة أو ما بات يعرف باسم فتح الشام أبو محمد الجولاني أهمية اندماج الفصائل السورية المعارضة، داعيا إلى تأليف كيان موحد يمثل أهل السنة ويدافع عنهم. ولفت الجولاني في حديث إلى قناة الجزيرة إلى أن قضية أهل الشام هي قضية ثورة ومبادئ ودين وليست مواد غذائية، وأنه لا يمكن لأهل حلب أن يذلوا لبعض المواد الغذائية تدخلها لهم الأمم المتحدة، مشددا على بذل الغالي والنفيس لفك الحصار عن حلب. هناك مخطط يعني واضح للمعالم على النظام أن يقوم بحصار حلب، ثم يخرج اتفاق روسي أمريكي، ثم يخرج ديمستورا ليعلن عن إدخال مساعدات إنسانية. فقضية الشام أصبحت قضية واضحة بشكل كبير جدا. الاتفاق الروسي الأمريكي هو اتفاق أمني عسكري بحت، لا يعني يفضي في النظر إلى الحل السياسي يفضي إلى الاستسلام. نادية مراد أول أيزيدية من ضحايا الإتجار بالبشر سفيرة للنوايا الحسنة. أتت الدولة الإسلامية ليس فقط لقتلنا النساء والبنات، ولكن لأخذنا كغنائم حرب، كأدوات لتباع بالأسواق مقابل القليل من المال أو حتى دون مقابل. هذا الإجرام الذي ارتكب لم يكن إجراما عابرا، ولكن كانت سياسة ممنهجة ومسبقة تخطيط. هكذا روت الشابة الأيزيدية نادية مراد قصتها أمام مجلس الأمن بعدما كان تنظيم داعش قد اختطفها مع أكثر من 150 امرأة أيزيدية أخرى واقتادهن إلى الموصل معقله في العراق. الدولة الإسلامية أتت بدافع وحيد وهو تدمير الهوية الأيزيدية باستخدام القوة والاغتصاب، تجند الأطفال وتدمير جميع معابدنا الذي استولوا عليها، وكل هذا لا يمكن تفسيرها سوى أنها كانت بالفعل إبادة جماعية ضد هويتنا. بناء على تجربتها المرة وتعرضها لأبشع أنواع الاعتداءات، عينت الأمم المتحدة نادية سفيرة للنيات الحسنة تكريما لها وتأكيدا لكرامة الناجين من الإتجار بالبشر. يجب أن تتوقف الآن هذه الجرائم ضد المرأة وضد حريتها. العراق رحب بتعيين مراد البالغة من العمر 23 عاما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتصبح أول ضحية للإتجار بالبشر تشغل هذا المنصب الأممي. والجدير ذكره أن مراد مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام.
3 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام معرضون للموت في أي لحظة. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها على حياة 3 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين، حيث دخل الأسير مالك القاضي في غيبوبة منذ 10 أيام في مستشفى ولفسون بعدما أصيب بالتهاب رئوي حاد. أنا كوي تخافيش، ديري بالك عنك، عصلاتي عد راستي. إيه أنا شو شايف؟ احكي لي شو شايف؟ طب اشوف ايش؟ بتشوف؟ وفي المستشفى نفسه تدهورت حال الأسير محمد البلبول فيما فقد شقيقه محمود المحتجز في مستشفى أساف إيبوري الرؤية والسمع. طب يعني تجمدوا فيش حكم فيش إشي؟ وقال الصليب الأحمر إن حياة الأسرى الثلاث باتت معرضة للخطر، فيما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن أوضاع الأسرى الثلاث الصحية تردد بقوة وأصبحوا عرضة للموت في أي لحظة. وشهدت السجون الإسرائيلية في اليومين الماضيين حركة تضامن واسعة مع الأسرى الثلاث المضربين، إذ انضم إلى إضرابهم المفتوح عن الطعام 100 أسير في سجون ريمون ونفحة والنقب وعوفر وجلبوع. بعد الإعلان صيدا ترقص وتغني مع نانسي. نحب الحياة على طول. أهلا بكم. مهرجان عرس التين في كفر حمام يكرم كوكبة من أهل الفن والثقافة، وتحية وفاء إلى روح الأسطورة صباح. بعنوان عرس التين، كرم المهرجان الثقافي الفني الثالث في بلدة كفر حمام قضاء حصبية كوكبة من أهل الفن والشعر والثقافة والأعلام والرياضة، ونظم المهرجان ملتقى أصل الحكي والحركة الثقافية في لبنان. وتسلمت ابنة الشقيقة الراحلة صباح المخرجة كلودا عقل درع الوفاء لصباح من رئيس الملتقى الشاعر والممثل سليم علاء الدين، الذي أكد أن هذه الدرعة إنما هي تحية وفاء لذكرى الراحلة الكبيرة. وقدمت لها الفنانة التشكيلية والنحاتة كريستين صفاطلي لوحة خاصة أيضا، واختتم الاحتفال بتقديم دروع تكريمية إلى بعض الشخصيات المتميزة في الأدب والشعر والتمثيل والموسيقى والإعلام والفن والرياضة. الأخبار الفنية في تقرير لشادي خليفة. حدت النجمة نانسي عجرم الأصوات الرافضة للحفلات الغنائية بمدينة صيدا والتهديدات اللي وصلت قبل ساعات قليلة من حفلة ضمن مهرجانات صيدا، وأحيت حفل تكلل بالنجاح بفضل إرادة أهل المنطقة اللي بدهم يعكسوا صورة جميلة عن صيدا، وطبعا القوى الأمنية اللي حرصت على تأمين سلامة الجميع ونجحت بذلك. ختامها مسك. أنا موجودة بصيدا الليلة والمهرجان كتير حلو وسولد أوت من زمان، فهيدا لبنان ونحن اللبنانية ندعي للحياة وللأمل وللتفاؤل دايما. نانسي بصراحة ما خفتي؟ بصراحة أول ما سمعت هيك شوية حكي خفت، تقلك بصراحة لأنه أنا بطبعي بخاف، يعني خفت وفكرت شوي بالموضوع بس ما أخذ أكثر من 10 دقائق يعني تفكير، بعدين رجعت تذكرت إنه أنا لبنانية وأنا بلبنان وأنا نانسي كمان. ولا رافضين الحفلات شو بتقولي لهم؟ ولا مرة إلا ما سمعنا هيك، هذا منه خبر جديد علينا.
ومنه شيء جديد ومش أول مرة بنسمعه. نحن اللبنانية بنحب الحياة على طول، يعني ما بنجاوب إلا بأفعالنا، إلا بتنفيذنا لهالمهرجانات ولهالحفلات ولهالمناسبات الكبيرة. مع النجمة ننسي عجرة بنختم فقرتنا، أنا برجع بلتقي فيكم المساء بكرة بنشرة فنية جديدة، من هلا لوقتها ضلوا بألف خير. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات. مساء الخير. بوست للممثلة ندى أبو فرحات على الفيسبوك يمكن كان بلحظة فشت خلق إلها صار حديث الساعة على السوشيال ميديا. ندى حكت بمقارنة بسيطة بين الواقع يلي عم بيعيشه اللبنانيين هلأ بظل الفراغ الرئاسي وبين الواقع يلي عاشوه بظل وجود رئيس للجمهورية، وقالت لكل شخص عم يحط الحق على الفراغ الرئاسي إنه الوضع ما تغير أبداً، وتمنت إنه يتم تعبئة الفراغ الموجود بالأدمغة يلي وصلت لبنان لحالته اليوم. يذكر إنه هيدي مش أول مرة لندى بتكتب فيها عن وضع البلد بها الصراحة سواء على الفيسبوك أو تويتر، وبيشاركها هالنشاط مجموعة من الفنانين وعلى رأسهم نعيم حلاوي يلي نشر اليوم تغريدة تحدث فيها عن السرقة بالملايين يلي عم بطال المواطن من قبل الحكومة، هو عارف وساكت بس بيزعل إذا شي مرة حس الدكانجي عم يسرقوا بعلبة لبنة. كما تم تداول صور صادمة أيضا لزبالي يلي تكومت على المتن السريع اليوم بطريقة غريبة وغير مقبولة. أثبتت التجربة أن وسائل التواصل الاجتماعي فيها تكون سبب رائع لكسب الأموال، وأكبر مثال هي أليكسا يلي بتبلغ من العمر 24 سنة ويلي كانت تصور كل وجبة طعام بدها تاكلها وتحطها على الإنستغرام، وهالشي سبب لها شهرة واسعة جدا وصار عندها أكثر من 200 ألف متابع لحسابها Eating NYC، وهالشي بدوره خلى المطاعم بالمنطقة تتهافت لتعزمها على الأكل عندها لتصور وتنزل على الإنستغرام. أليكسا حصلت على $50,000 من خلال نشر إعلانات لمنتجات مختلفة على حسابها على الإنستغرام. أما جون وهو شاب من نيويورك بيكسب $1,800 كل شهر هو وقاعد ببيته بس من خلال التعليق على الوجبات السريعة من خلال اليوتيوب ولايك من ترندز. رفعت صبية أول ما بلغت من العمر 18 سنة قضية على أهلها، والسبب نشر صور محرجة بالنسبة لها هي وطفلة، وقالت أنه من 2009 تحولت حياتها لجحيم بسبب نشر أهلها صور لطفولتها هي وبالحمام ومشاركة هالصور على الفيسبوك مع 700 صديق. والصبية رفعت الدعوى بسبب رفض الأهل إزالة هالصور عن الفيسبوك فلجأت للقضاء ليحكم بيناتهم الشهر القادم. أقدمت فتاة إيطالية بتبلغ من العمر 31 سنة على الانتحار بسبب فيديو جنسي إلها كانت بعتته لصديقة السابق يلي قام بنشر هالفيديو هو وعدة شباب على الانترنت، وتمت مشاهدة الفيديو من قبل أكثر من مليون شخص. هالشي عرض الفتاة لضغط اجتماعي بعد ما صارت هدف للسخرية، وبرغم محاولاتها تغيير اسمها ومكان سكنها ومع أن ربحت الدعوة يلي كلفتها أكثر من $22,000 لإزالة هالفيديو تماما، لكن هالشي ما فايدة كتير وأدى الضغط النفسي والاجتماعي عليها لانتحارها. مع هالخبر الحزين بدنا نشدد على أهمية الخصوصية والانتباه الكبير مع نشر أي فيديو أو إرساله لأي صديق. ومشاهدينا لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا وصفحتي أنا على الفيسبوك تويتر إنستغرام وسناب شات، وأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترندز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولا. تصبحوا على خير. كان في النشرة أمريكا تقصف الجيش السوري في دير الزور دعما لداعش. السياسيون يشددون إجراءاتهم الأمنية، حيطة أم حذر؟ لما بتتعدد هذه المصادر الواحد لازم ينشغل باله. إشكال بين لبنانيين وسوريين في صربة، قصة لوب مليانة. صار في كتابات على الحيطان اعتبروا العالم أنه هذا العملية كتير كبيرة بس منا كبيرة. صرخة موظف سعودي أوجيه، الجوع كافر. في كتير مثل لبنانيين عم بيموتوا الجوع على الأرض، يعني بوضع إنساني أكتر
أكثر من رديء. إرجاء ورشة المستقبل التنظيمية لأسباب معلومة ومجهولة. المؤتمر العام قائم وتحديد الموعد النهائي هو ملك المكتب السياسي. وفي النشرة، القرعون لم تحسن الوقاية فدخلت مرحلة العلاج. بالضيعة يكاد أنه كل شخص في حدا من قريبينه عنده إصابة بالسرطان. وإلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني الجديد .tv وعلى صفحاتنا على فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على خير.